سبحان الله كل يوم لنا خاطرة، واليوم خاطرتي اليومية تقول احنا ان شاء الله يعني مو من حقنا ان احنا نفكر، مو من حقنا ان احنا نفكر بكيان يعني غير مجلس الأمة الكويتي. يعني لاحظنا هذه الحين السنين من عقب التحرير مجلس الأمة مو يعني ما في تحقيق طموح للشعب الكويتي، حتى المقيمين بدون غيره ما في إنجاز، ما في حل مشاكل. فإحنا نقول خلونا نفكر حتى لو إن مع وجود مجلس الأمة نفكر بكيان ثاني. يعني شوفوا الحين أنا كل يوم أطالع الأخبار التي فيها أمور بعد ما يعلنون المجلس البلدي منجز متخذ قرارات مدن، يعني تثمين الدولة. كان أول والد السيد الساشم السيد أحمد رفاعي هو قائد المسيرة هاي مال التثمين، يقول بالستينات يقول حفظنا حدودنا مع العراق والسعودية وخلينا الناس تريش، وكان في مد قومي يقول خلينا الناس يحبون الشيوخ والصباح والحكومة وكذي. بس الحين يعني هم في وفي يعني وايد أمور متعلقة بكل وزارات الدولة البلدية، كل يعني كل اجتماعات قاعد تحقق، مع أنه يعني مستوى الخدمات بالبلدية مو قوية. يعني البلدية تبي لها نهضة بالخدمات تبي، بس على الأقل شوي مجلس البلد ينجز. فإحنا نقول خلونا نفكر بكيان جديد. حتى أنا لاحظت المحللين السياسيين الحين لما طلع المجلس الأمة 2022، لأن غالبيته من المعارضة تبي تقابلهم تبي تسمع رأيهم ما يرضون، لأنهم يعني مثل ما يقولون على قولة المثل شلون واحد ينقذ نفسه. يعني حتى كذا واحد قلت لهم خليكم ديمقراطيين، فهم يعتقدون أن أنا لما أسألهم أن أنا راح أثر على الجروب اللي يعني الوضع الحالي على النواب اللي أكثرهم يعني تقريبا 70-80% من المعارضة، في حين أنها يعني ديمقراطية. فما في أول يعني شوفوا مجلس 22 لما كان في خلافات ومع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحكومة صباح الخالد في حوار في كلام، الحين ما يرضون أغلبهم محللين سياسيين اللي يميلون المعارضة يقول لك لا احنا اصبروا وصابروا راجعون بالله. فاحنا الحين نقول نبي نفكر بكيان يمشي أمورنا، فأنتوا فكروا معانا وخلونا نفكر شنو هو الكيان هذا، مجلس شورى شنو هو. يعني اللي احنا نقدر ان احنا مثل ما يقولون نحقق فيه طموحات الشعب الكويتي. يعني الحين تقريبا 3 أشهر ومحلك سر وما نتوقع ان تصير فيه قرارات. يعني هم مثل ما يقولون الحين النواب اغلبهم يعني استراحوا في الاماكن، فشوفوا فكروا وتذكروا كلامي ما راح يصير إنجازات. يعني نظام مجلس أمة يعني والنعم دستور 62، بس كإنجازات إنجازات ما لا تتوقعون. يعني حتى من ناحية القرارات التشجيعية، من ناحية مثل ما يقولون حل المشاكل، البدون الإسكانية، تعديل يعني إيه والله الرواتب. شوف هذا واحد متقاعد يا رب مقترح، بس يعني ما ظن ان احنا الحين اشوف انا اخر سنين مجلس الأمة ما في انجازات، ما في انجازات. خلنا نكون واقعيين، يعني يا ان عندنا استجوابات وصراعات يا يصير الحين مثل الوضع الحالي سكون، يعني مثل ما يقولون ماكو شيء. انا بأيد كلام السيد وكان يلحق القطر زيد الرواتب وخلي المواطنين يدفع بعد شويه وفيض الوافدين. هي الرواتب زينة، بس هو الـ 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 يا رب